بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هناخد مهارة جديدة، إزاي إن أنت تقسم العدد على اتنين، أو إزاي إن أنت تجيب نص العدد. الأول يعني إيه القسمة على اتنين؟ يعني أنت حاجة بتجيب نصها. فأنا لما أقول لك 246، والله 246 يعني عندك 100 مكررة مرتين، و40 يعني عند 4 عشرات لو جيت تشوف، والستة اللي هي 6 جنيهات. فانا لو عايز اجيب نصهم هتقسم كل واحده 2 3 4 5 6، اقسم كل واحده لوحدها، خد كل خانه لوحدها. فانا ال 200 لو عايز اجيب نصها، نص ال 200 كام؟ هيبقى هنا نص ال 200، نص ال 200 كام؟ هتبقى 100. نص ال 2 1، خلاص ال 2 هجيب نصهم. طب بعد كده الاربعه، نص الاربعه كام؟ لو عايز تقسم الاربعه اقسمها من النص، يبقى 2 و2، فانا نصها 2. طب نص السته كام؟ ها، نص السته هيبقى 3 و3، فاقسم كل خانه لوحدها. نص ال 246 هيطلع 123، ولو عايز تتاكد 123 زائد 123 يبقى 246، سهل على نفسك. طب تاني، لو قلت لك 648، والله هجيب نص السته، نص السته كام؟ 6 اهو، نصهم كام؟ 3 و3، يبقى هنا 3. طب نص الاربعه، الاربعه كام؟ نصها 2 و2. طب نص الثمانيه، ها، 4 و4 يبقى 324. طب لو قلت لك 364 فيهم عدد فردي، ها، يعني حاجه ما هجيب نصها بس هيتبقى، والله نص الثلاثه كام؟ الثلاثه دي فردي، فانت خلاها زوجي، خبي منها واحد هتبقى 2. الواحد اللي انت خبيه اديه للقفل. مش احنا في الجامعة كنا لو في عندنا العدد ده هنا في زيادة كان بيدي اللي بعده؟ انا نفس الحكاية، انا عندي زيادة رجعه مكانه. فانت التلاتة دي فردي، خد منها واحد هتبقى كام؟ 2، عشان تنفع تجيب نصها. طب الواحد اللي انت خدته مش هترمي، ادي اللي قبله رجعه تاني مكانه. فانا هنا نص الاتنين كام؟ نص الاتنين 1. طب دي بقت كام؟ 16. نص ال 16 كام؟ ها، بالراحة كده، نص ال 16، 16 دي صعبة فانا خليها 10. نص ال 10 كام؟ 5. طب ونص الستة كام؟ ها، 16 يعتبر 10 و6، نص العشرة 5، ونص الستة 3، يطلع كام كلها؟ 8. طب نص الأربعة، ها، 2، فيطلع العدد كام؟ 182. حاول تسهل على نفسك. ممكن واحد يقول لك أنا ممكن أجيب نص ال 300، نص ال 300 كام؟ 150. طب بعد كده نص ال 60 كام؟ 30. طب ونص الأربعة كام؟ 2. جمع 0 زائد 0 زائد 0 2، 5 زائد 3 8، وده الواحد. والله أي حاجة صح، مفيش حاجة اسمها غلط، المهم توصل. طب لو 2530، والله سهل، أنا أجيب نص ال 2000، نص ال 1000، نص ال 2 كام؟ 1. ممكن واحد اللي هو يجيب، ها، يعني تعالى نحل بطريقتين، نص ال 2 1. طب نص ال 5، ال 5 دي فردي يعني فيها واحد زيادة، فأنا هرجعها لأصلها، هخليها 4 وهدي الواحد هنا. طب نص الأربعة كام؟ 2. طب دي 13، نص ال 13 كام؟ نص ال 13، ال 13 دي فردي، فأنا هخليها إيه؟ هخليها 12 وأدي الواحد هنا اللي قبله. نص ال 12 كام؟ 6. بقى دي كام؟ 10. نص ال 10 5، فيطلع العدد كام؟ 1265. دي طريقة. طب طريقة تانية، 2530، تعال، ها، 2530، انت عارف ان دي 2000، نص ال 2000 كام؟ 1000. طب نص ال 500، دي 500، نص ال 500 كام؟ 250، ها، 250. نص ال 30 كلها كام؟ 15. جمع كده، 5 0 زائد 5 5 و 1 6 2، دول بكام؟ ب 1، يبقى 1205. اتاكد كده هتلاقيها صح. فانت اي عدد تقدر تجيب نصه. هكتب لك مساله وهات لي نصها. انا لو قلت لك 3740، نصها كام؟ اكتبها لي تحت في الكومنت. بكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، ولو انت عايز يوصلك الجديد ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الايه؟ اللايك. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.